نكمل حديثنا بعد الاتصال اللي معانا. معانا ام اتفضل. جنى من الدهلية. اتفضلي ام جنى. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة انا وحضرتك بوجه طيبة. شكري لفضيلة الشيخ ابراهيم. ممكن اسأله سؤال بعد اذنك؟ اتفضلي يا اتفضل. فندم. مع حضرتك. انا متزوجة مع والدتي في نفس الشارع، فحكم ظروف بيتي ان انا ما بعرفش اروح لها كتير، فيعني انا لو قعدت مرة او اثنين هي بتزعل مني ان انا ما بروحش، وظروف بيتي بتمنعني، هل ده حرام عليا؟ نعم. عند حضرتك وبشكر عند فضيلة حضرتك الشيخ أسئلة ابراهيم. أخرى؟ طيب يا أم جنى، لا، شكرا لحضرتك. أشكرك يا أم جنى. جزاكم الله خيرا. طيب نجاوب. هو أولا طاعة الزوج مقدمة ما لا دامت. أعتقد أن طاعة الزوج مقدمة على طاعة لحظة واحدة، الوالدين. لسه أكيد ربنا لسه دائما ما هنكمل يأتي ذكر الوالدين بعد طاعة الله لسه سبحانه وتعالى، ولم هنكمل يأتي ذكر الزوجة لسه يعني. هنكمل لسه هنكمل. طاعة الزوج هي بتتعلل إنها في حكم زوجها. الإثم هيكون على زوجها لو منعها. الإثم والوزر هيكون على زوجها لو منعها إنها تصل والدتها. والله أعلى وأعلم. ولكن هذه دعوة إن إحنا يجب إن إحنا نتواصل مع الآباء، نتواصل مع الأمهات. خلي بالكم يا أحباب، يعني أنا دلوقتي لو أمي ست كبيرة في السن أو أبويا رجل مسن، طيب وزوجي قال لي ما تروحيش، فأيهما أطيع يعني، الزوج ولا أروح أشوف؟ طب ما هو ما لهمش حد غيري، ما تجمع نفترض ما بين جميع الحسنين، الحالات تجمع ما ما بين الأمرين، لا طاعة لا ما فيش. الزوج وطاعة الوالدين. هو كده يا كده. يبقى تختار الزوج. ليه؟ درءا للمفسدة، تقديم المصلحة واسيب امي مقدم. ما اقدرش وابويا اسيبها، ممكن يموتوا. اطيعها وبرهم والكلام ده كلاته، ولكن لان قد يكون الزوج فكره فكر ضيق فيؤدي الى انهيار بيت الزوجية، فدخلنا في ذنب اعظم. فان دي بترجع لفطنة ايوه، الزوجة. بس انا زوجي ممكن اعوضه، معلش، لكن انا امي وابويا مش ممكن اعوضهم. ماشي انا معاكي، بس ما لم يكن يدعو الزوج باثم. الزوج النهارده ما جايز هو يكون كويس، أليس يكون إن هو بر يحرم بزوجته. زوجته من إن هي تبر والديها؟ ده مش اسم. ده اسم، أنا قلت في طيب، الأول أنا اسم، أنا ما قلتش ما غير زي ما ذلك. زي ما قلنا أنا إن قلت الوالدين إذا أمروا باسم فلا يجب طاعتهما، نعم. فالمفروض برضو إن الزوج إذا أمر باسم ما مش هطيعه. ما هو هذا الأمر كما تدين تدان، كما تدين تدان. إحنا قلنا في بداية الحديث إن الوزر بيكون على الزوج، وقد تكون من فطنة الزوجة إنها تجمع ما بين رضا والديها ورضا زوجها.